نعم. كيف يكون وضع السبابة في الشف؟ كيف يكون وضع الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى؟ أسألك كيف يكون؟ قل باللسان حتى يسمع الناس. يضم الخنصر، أتعرف الخنصر من البنصر؟ أيه الصغير هو الخنصر ولا البنصر؟ كيف خنصر؟ لا، ألبى قبل الخاء. تأكد هذا البنصر، خليك فاهم باللغة العربية، هذا البنصر وهذا الخنصر كذا. متأكد؟ أخطأ ولا أصاب؟ طيب، أمهم هذا الخنصر وهذا البنصر، وش أسوي بهم؟ التشهد أضمهم. طيب الوسطى مع الإبهام، أحلقها مع الإبهام، وإن شئت ضممتها أيضا. الإبهام، الإبهام إما أن تحلقه مع الوسطى هكذا، وإما أن تضمه مع الاثنين وتضم الإبهام إليهم. هذا السبابة خلها هكذا، لا تضمها ولا ترفع. عندما يأتي دعاء ارفعها، مثل اللهم صلي ترفعها، إشارة إلى علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى.